مبروك لكل جماهير النادي الأهلي العظيمة، جمهور عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، دايما في ظهر النادي، دايما هو السند، دايما هو الدعم. جمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي الأهلي مفرحه دايما ودايما عند حسن الظن بيه. مبروك بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي، بطولة ليها يعني طعم مختلف، بطولة ليها مذاق خاص، بطولة اكتملت فيها عناصر كتير جدا كانت غايبة عن بطولات سابقة. واحد طبعا نمرة واحد لازم نتقدم بالشكر لأشقائنا في المملكة العربية السعودية على حسن الاستضافة والشكل اللي انتوا شفتوه، الشكل العظيم الحقيقة اللي ما يقلش بأي حال من الأحوال عن الماتشات اللي شفناها أو بنشوفها ونتابعها في أوروبا. احتفالية كانت على أعلى مستوى تليق بأقدم بطولة في تاريخ المنطقة العربية كلها، بطولة كأس مصر. يزود من حلاوة ومن الطعامة ومن عظمة البطولة أنه اللقب رقم 150، الأهلي بيقفل عداد وبيفتح مشوار عداد جديد. 150 بطولة في تاريخ النادي الأهلي اكتملت بالبطولة رقم 39، وهو رصيد الأهلي في بطولات كأس مصر، في حضور الحقيقة جماهير غفيرة. شوط الحقيقة يمكن طبعا أنت شفت جزء منه، لكن أنا تابعته من ملعب المباراة على مدار التسعين دقيقة. قد إيه الجمهور الحقيقة كان يعني مصدر من مصادر النجاح، التابلو الفني الرائع اللي احنا شفناه ده. واللي اتمنى بقى، يعني انا بشوف ان في كتير من الحاجات اللي تابعناها في البطوله دي يعني نقدر، وليه لا، نقدر جدا نشوفها في ملعب. دي قيمه الكره المصريه في حضور اتنين من اكبر الانديه على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي. ده شكل يليق بالكره المصريه، ده شكل يليق بنهائي اقدم بطوله في تاريخ مصر وهي بطوله الكاس. في جنود كتير مجهولين، في كلام كتير جدا يتقال على المباراة، الأهم طبعا هو المكسب، والأهم بالنسبة لي فرحة جماهير نادي الأهلي اللي شفتها في الملعب واللي شفتها وتابعتها على منصات السوشيال ميديا واللي ما زالت مستمرة لغاية النهاردة. عندنا كلام كتير جدا عن تفاصيل لحظات الفرحة، بشوف أنه في كل تفصيلة منهم لازم يكون لينا واقفة. هدف إمام عاشور اللي بشوف أنه ربنا أكرمه وأنصفه بيه بشكل كبير جدا، فرحة قفشة وقضية جديدة بتتكرر بس المرة دي في نهائي الكاس، حاجات كتيرة جدا هنقف عندها النهاردة في احتفالنا ببطولة كاس مصر اللي حقق الأهلي لقبه رقم 39 فيها. فاصل ونبدأ حلقتنا. دي حقيقة ما حدش يقدر ينكرها، كولر احتكر كل البطولات منذ قدومه لقيادة النادي الأهلي. والحقيقة أنا مش مع الناس اللي ممكن تقيم مستوى مدرب من مباراة، يعني ما ينفعش يعمل جيم عظيم فيبقى أحسن مدرب في الدنيا، ما ينفعش يعمل جيم وحش فيبقى مدرب فاشل. يمكن كولر كان ليه أخطائه، ناس كتير خدت بالها في المباراة أنه الأهلي طبعا كورة ما قدمش أحسن أو أفضل مستوياته في البطولة دي، لكن الأهم في القصة هو حسم اللقب، ده شيء ما حدش يقدر ينكره. وخلينا نتفق أنه أعظم مدربين العالم اللي ما فيش على أسمائهم خلاف ليهم أخطاء، واخطاء كانت مكلفه. يعني بكلمك مثلا على بيب جوارديولا. بيب جوارديولا ما حدش ينكر انه واحد من افضل المدربين اللي مش في العصر ده اللي جم في تاريخ رياضه كره القدم، لكن في اوقات كتير جدا اخطائه بتبقى فادحه ومكلفه. وما حدش يقدر ينسى مثلا مكسبه الكبير قدام الريال في مباراه الذهاب، ثم خسارته في الثواني الاخيره في مباراه العوده، وخروجه من بطوله دوري الابطال في لقب كان الاقرب ليه، او حتى الموسم اللي قبله على طول وصوله للمباراه النهائيه في وقت العالم كله اجمع على ان فرص السيتي مع جوارديولا اقوى بكتير جدا من تشيلسي مع توماس توخيل، ورغم كده اخطاء جوارديولا ادت لفقدان السيتي اللقب. كارلو انشيلوتي نفسه، كارلو انا بديكم بس على سبيل المثال مش الحصر طبعا، كارلو انشيلوتي نفسه في اخر بطوله حققها ريال مدريد قدم أسوأ عروض قدمها ريال يمكن في تاريخه في بطوله دوري الابطال. يعني انا فاكر انه ملاعب اوروبا الحقيقه كلها شهدت يعني كوارث لريال مدريد، كوارث قدام تشيلسي، وكوارث قدام باريس سان جيرمان، وكوارث قدام السيتي، وكوارث قدام ليفربول حتى في المباراه النهائيه. طول مشوار الريال مع انشيلوتي كانت قمه المعاناه بالنسبه لجماهير ريال، لكن رغم كده نجح انشيلوتي في انه يحقق اللقب. والتاريخ ما بينساش او ما بيفتكرش غير الالقاب. حساب كولر الحقيقه يمكن فنيا في المباراه ما تقدرش تديله العلامه الكامله، لكن تكتيكيا قرايته للمباراه، يعني اختياره واسماء اللي غيرت المعادله في الملعب، توقيت نزولها، كل ده طبعا ليه وعليه، ومن وجهه نظرك غير وجهه نظري غير وجهه نظر كل الاهلاويه. لكن في النهايه يحسب للراجل الحقيقه انه مفيش فريق مصري غير النادي الاهلي قدر يحقق اي لقب محلي منذ تولى كولر المسؤوليه، ده غير طبعا انجازاته الثانيه، التتويج بدوري ابطال
افريقيا على حساب الوداد في كازابلانكا، وبالتاكيد طبعا برونزيه كاس العالم والعروض القويه اللي قدمها على حساب الاتحاد اتحاد جده، على حساب اوراوا ريدز بطل اسيا وبطل اليابان. كل ده الحقيقه يقول الرجل انه الرجل الحقيقه صاحب فلسفه، وانه الراجل واحد من المدربين اللي حطوا بصمه رغم انه الفتره اللي قضاها مع الاهلي ما تعتبرش كبيره جدا. فاصل ونرجع نكمل. طيب عشان عندنا كلام كتير، تعالوا الاول بس نبدا بالاهلي نيوز روم ونشوف اخبار الاهلي النهارده. طبعا كان في اهتمام كبير جدا من كل الصحف، سواء الصحف السعوديه طبعا استضافت الحدث المهم، او حتى الصحف العالميه بتغطيه اخبار المباراه ونتيجه طبعا المباراه النهائيه وتتويج الاهلي بالبطوله، حضور جوزيه موريني واللي كان مفاجاه لكل الناس الحقيقه، اللي سواء اللي كانت في الملعب او اللي كانت بتتفرج على المباراه من خلف الشاشات. رونالدو نازاريو اسطوره البرازيل، توتي نجم روما ونجم ايطاليا، حضورهم ودخولهم الملعب بتيشيرتات الفرقتين كان يعني مسار اهتمام السوشيال ميديا. تعالوا نشوف كده، ناخدكم في جوله ونشوف ايه التعليقات وازاي بصت الصحف العالميه ومواقع التواصل الاجتماعي على الحدث. هبدا معاكم بماركا الاسبانيه، كيبي تامبان مورينيو رونالدو ايتوتي بريزنتاندو لا فينال ديل كوبا دي خيبتو، يعني طبعا ولقطه طبعا دخول جوزيه مورينيو ملعب المباراه هو شايل كاس مصر، ودخول رونالدو نازاريو اللي وزنه كان زايد طبعا بشكل كبير جدا لكن طبعا لابس تيشيرت النادي الاهلي، توتي على الناحيه الثانيه اللي ملبس زي ما قالت مواقع السوشيال ميديا او تعليق كتير ملبس في حياته تيشيرت غير تيشيرت روما، النهارده داخل بتيشيرت الزمالك. كانت تقديمه حلوه جدا بتعكس قيمه ناديين كبار جدا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى افريقيا، الاهلي والزمالك. وطبعا بولا برضو الاسبانيه اتكلمت على حضور مورينيو وتقديمه لكاس او صحيفه البرتغاليه بولا، اتكلمت على انه دخول جوزيه مورينيو حاملا الكاس بجوار توتي ورونالدو وحضورهم في المملكه العربيه السعوديه. فوتبول ايطاليا اتكلمت طبعا انه ثلاثه كانوا من النجوم السابقين في الدوري الايطالي، سواء رونالدو اللي لعب للانتر، توتي نجم روما، جوزيه مورينيو مدرب الانتر وروما بعد كده، ثلاثه من اكبر نجوم الدوري الايطالي بيقودوا مسيره كاس مصر في المباراه النهائيه. طبعا ده كان تعليق من فوتبول ايطاليا. وايضا كوريري ديل سبورت الايطاليه اتكلمت طبعا ان توتي ومورينيو بيقدموا مفاجاه في نهائي بطوله كاس مصر بزيارتهم طبعا للسعوديه. كابتن روما السابق طبعا وسبيشال وان اللي هو جوزيه مورينيو كانوا موجودين في المملكه العربيه السعوديه عشان يظهروا على هامش بطوله كاس مصر او نهائي كاس مصر. عندنا توتو ميركاتو قالت ان توتي ومورينيو ورونالدو ايضا في نهائي كاس مصر، وكلمت طبعا انه يعني حضور النجوم كان محط انظار العالم كله طبعا، ومشاركتهم في الحدث ده كان محل اهتمام كبير جدا على كل المستويات. بعد كده بولا ايضا تاني جوزيه مورينيو بيصاحب توتي ورونالدو نازاريو في المملكه العربيه السعوديه، واللقطه الشهيره طبعا دخولهم ملعب المباراه ملعب الاول بارك، مورينيو حامل كاس مصر ورونالدو نازاريو وتوتي نجمي الكره البرازيليه والايطاليه معاه، وسلموا طبعا كانوا يعني في استقبالهم الفرقتين وسلموا على الفرقتين. عندنا كالتشيو ميركاتو ايضا بتكلم على نفس اللقطه وبتاكد على حضور النجوم الثلاثه طبعا في مشهد يمكن كان مفاجاه لكل الناس جوه الملعب وخارج الملعب. المباراه على يعني بكل تفاصيلها من اول التنظيم حفاوه الاستقبال، طبعا نشكر مره ثانيه باكد الحقيقه على الشكر الكبير جدا للاشقاء في المملكه العربيه السعوديه والشعب السعودي على كل المستويات، مش بس بتكلم على المستوى الرسمي حتى على المستوى الشعبي كان في حفاوه كبيره جدا باستقبال المصريين. طبعا دي الصحف العربيه بنتكلم على الشرق الاوسط طبعا، وكانت انباء الشرق الاوسط اتكلمت على موسم الرياض وقالت انه على هامش موسم الرياض كاس مصر اهلاويه بثنائيه عاشور وقفشه. قال الشيخ قال الشيخ توج الاحمر باللقب او توج الاحمر باللقب وسط حضور تاريخي في الاول بارك. نروح لصحيفه الرياضه، في كل بلد الاهلي البطل، وده طبعا اللي اتعودنا عليه من النادي الاهلي، وطبعا تسلم ضماطي عضو مجلس اداره ورئيس بعثه النادي الاهلي لدرع موسم الرياض، بالاضافه طبعا لاستلام
طبعا احنا بنتكلم دي صفحه رئيسيه او الغلاف الرئيسي للجريده، وصوره طبعا للابطال كهربا وحسين الشحات وهم بيرفعوا كاس مصر، واحد من اغلى الالقاب. صحيح بطوله الكاس يمكن دايما بالنسبه لنا، بالنسبه للجمهور يعني، بالنسبه للنادي بالتاكيد اي بطوله الاهلي بيلعبها هي في منتهى الاهميه وليها قدر عظيم جدا من الاهتمام، لكن بالنسبه للجمهور بشوف ان بطوله الكاس على الرغم انها اقدم بطوله في مصر، بس من حيث الاولويه لا، يمكن بتيجي بعد الدوري وبعد دوري الابطال وبعد كمان حتى كاس العالم، لكن البطوله دي بالذات كانت مميزه قوي، وكان واشوف انها ما تقلش كمان اهميه عن بطوله دوري الابطال او عن بطوله الدوري اللي بيحققها النادي الاهلي لاسباب كثيره جدا، ليها علاقه بالتوقيت، ليها علاقه بصناع البطوله، ليها علاقه بالتوقيت والظروف، ليها علاقه باستضافه المملكه ليها، وده هنتكلم فيه النهارده. النهار طبعا رياضه، الاهلي يصعق الزمالك بثنائيه ويتوج بكاس مصر. وما كتبتش طبعا عن القضيه الثانيه اللي كانت مسار حديث جماهير النادي الاهلي كله. البيان الاماراتيه بتتكلم طبعا للمره 39 في تاريخه الاهلي يتوج بكاس مصر بفوزه على الزمالك بثنائيه في الوقت القاتل. الصريح التونسيه اتكلمت عن صوره اليوم، علي معلول مع جوزيه مورينيو. علي معلول طبعا نجم تونس الخضراء ونجم النادي الاهلي، ابن من ابناء النادي الاهلي، واحد من نجوم الاهلي في السنوات الاخيره، حقيقه انجازات كبيره جدا. انا بيتهيألي انه معلول خلاص يعني اسم من الاسماء التي لن تنسى داخل القلعه الحمراء طبعا، وحوار كده ولقطه مع جوزيه مورينيو طبعا اثناء وجوده في الملعب. المنتخب المغربيه اكدت على انه اول لقب لرضا سليم مع النادي الاهلي، طبعا حضور رضا سليم في البطوله ومشاركته طبعا مع الاهلي ولقطه بيحمل فيها كاس مصر، لكن هي مش اول لقب لرضا، لانه اعتقد لقب السوبر المصري يحسب ايضا لرضا سليم، والبرونزيه كاس العالم ايضا تحسب لرضا سليم، فبالتالي هو مش اول انجازات رضا، يمكن تكون اول انجازات عمر كمال عبد الواحد، اول انجازات زنفولي، اول انجازات وسام علي. صحيح ما كانش مقيد في قائمه المباراه، لكن في النهايه حتى لو ما كانوش شاركوا هم بالتاكيد اتحسبت ليهم بطوله مع النادي الاهلي، وده دي ضريبه اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي، لازم مش ممكن تعدي عليك التيشيرت بدون ما تاخد او تفوز بلقب من الالقاب. مره ثانيه باكد انا مبسوط لمجدي قفشه جدا، محمد مجدي قفشه، اعتقد انه ظروف المباراه دي، توقيت الهدف اللي احرزه، التغيير اللي حصل على شكل الفريق بمجرد نزول قفشه، وبالمناسبه يعني احنا طبعا الحضور في المباراه كلهم اتفقوا على انه بدايه قفشه وبدايه او يعني تواجد قفشه، مش هقول بدايه قفشه، لانه من حق المدير الفني انه يختار، هو يرسم التكتيك وهو بيتحمل مسؤوليته في الاول والاخر. درجه تلوم مارسيل كولر على اختياراته، ممكن ما تبقاش راضي او ما تبقاش مقتنع او شايف ان اختياراته ما قدمتش الشكل اللي انت تنتظر الاهلي يظهر بيه، لكن اختياره القفشه والمروان ان هم ينزلوا يغيروا شكل المباراه، ده بالتاكيد ده يحسب لمارسيل كولر. والاهم من ده فكره في النهايه انك انت تقدر تنزل اسم او تحط لعيب في الملعب يغير من سيناريو الماتش ويخلي الكفه كلها تميل لصالحك، بل انه يكون مؤثر على مستوى الصناعه، وده كلامي على قفشه، على مستوى الصناعه انه يصنع هدف لامام عاشور يقتل بيه المباراه اكلينيكيا ويسجل هدف الناس كلها تقول عليه القضيه الثانيه، اعتقد ده انصاف كبير جدا لقفشه. كمان حقيقه لازم، معلش اسمحوا لي، لازم اتكلم على امام شويه، لان امام من اول ما تم الاعلان عن انضمامه للنادي الاهلي وفي محاولات دايما لاغتياله باشكال كثيره جدا، بالذات على منصات السوشيال ميديا، بيحصل على بعض الشاشات وبيحصل للاسف من بعض المحللين المفترض ان دورهم على الشاشه يكون قاعدته الاساسيه انه يكون موضوعي ومهني، لكن للاسف عندنا كثير من المحللين، طبعا ده هدف امام الاولاني، طبعا كره اكتر من رائعه، كره اتكلموا عليها كتير جدا انها اوف سايد، خدوا كادر صغير جدا، حاولوا يعلقوا شماعات كتير جدا. الكره من اول لقطه انا شفتها، من اول اعاده تحديدا انا شفتها، انا قلت على طول انها مش اوف سايد، والفار الحقيقه انصفنا، والكلام اللي اتقال، كل محاولات التشكيك في الهدف الحقيقه لا فيها دقه ولا فيها موضوعيه، كلها كذب وكلها فوتوشوب وكلها
يعني كرة فيهاش أي شك الحقيقة، وتغطية فتوح واضحة للجميع، وحتى لاعب الأهلي التاني أعتقد ده كان كهربا مش متداخل في اللعبة، ناس قالت لك ده أوف سايد فالكرة تتحسب أوف سايد، ناس قالت لك إنه إمام سابق فتوح، الكلام ده كله ليس له أساس من الصحة، والفار وضح اللعبة بمنتهى الوضوح، وكل خبراء التحكيم أكدوا على اللعبة وأكدوا على إنه إمام كان ليه ضربة جزاء في الشوط الأولاني والحكم ما احتسبهاش والفار ما استدعوش، والبطولة خلصت والناس فرحت واحتفلت، فكل الكلام ده لا هيأثر ولا هيودي ولا هيجيب. إمام الحقيقة امبارح يعني كان واحد من أهم أسباب الفرحة إنه إمام هو اللي سجل الهدف الأول وهو اللي فتح سكة الفوز والتتويج للنادي الأهلي، فالحقيقة أنا الاتنين دول بالذات، طب كل لعيبة الأهلي كانت نجوم وعلى قد المستوى، يمكن في لعيبة كانت بعيدة شوية عن مستواها ما قدمتش المنتظر منها، لكن في النهاية الكل قدم اللي عنده بنسبة 100% وقفلنا الصفحة، والنهاردة الفريق رجع يتمرن مرة تانية، وإن شاء الله خلينا نتكلم في اللي جاي، لأنه طبعا عندنا فرصة فترة توقف الأجندة الدولية هتكون فرصة كويسة جدا لالتقاط الأنفاس، عودة المصابين اللاعبين اللي غابوا، عندنا لعيبة كتيرة جدا مؤثرة، فرقة كاملة كانت غايبة عن الماتش امبارح، عندنا اسماء من العيار التقيل، شناوي، اليو ديانج، كوكا، اسامه ابو علي وغيرهم وغيرهم الحقيقه كانوا غايبين، ففرصه لالتقاط الانفاس وعوده المارد واستعداده للعوده ان شاء الله باذن الله هتكون في نهايه الشهر الحالي مع مشوارنا في دوري الابطال، عندنا بس ماتش مهم جدا يوم الثلاثاء اللي جاي امام البنك الاهلي، بعدها هيكون في تدريب اعتقد يومين او ثلاثه، اعتقد مستر كولر قرر انه الاهلي او الفرقه تواصل تمرينها لغايه يوم الثلاثاء طبعا بعد انضمام الدوليين اللي اختارهم كابتن حسام حسن، كابتن حسام اختار 10 لعيبه من النادي الاهلي، هقول لكم هتكلم على المنتخب كمان شويه، لكن خليني اقول لكم انه مستر مارسيل كولر قرر بعد ماتش البنك الاهلي انه يبقى فيه تمرين لمده 3 ايام اربع وخميس وجمعه، وبعد كده يبقى فيه راحه سلبيه لمده اسبوع، وبعدها يرجع الاهلي يستعد بقى لمشواره دور الثمانيه ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. طيب النهارده كان في تدريبات استشفائيه زي ما حضراتكم شايفين، حتى اللعيبه اللي شاركت في المباراه شاركت في التمرين بشكل كبير، ديانج ان شاء الله اجرى عمليه جراحيه ناجحه ورجع للقاهره ان شاء الله او رجع للقاهره بالفعل، ودكتور احمد جبالله طبيب الفريق قال ان ديانج بدا من النهارده ينفذ برنامج العلاج الطبيعي والتاهيل البدني اللي اتحدد له، وطبعا هيكون بره الحسابات في الفتره اللي جايه، لكن زي ما قلت لكم كل المصابين اعتقد هتكون فرصه كويسه جدا فتره التوقف، فترة التوقف تقريبا هتخش في 3 أسابيع، فرصة طيبة جدا للجهاز الفني انه يبص على اللعيبة سواء اللي بتنفذ برنامج تأهيلي او اللي مصابة، رضا واحد من الأوراق اللي اعتقد تبقى فرصة كويسة لانه يرجع فورمة مرة تانية، واحد من الأوراق المهمة جدا اللي افتقدناها الفترة الأخيرة، عبد القادر واحد من الأوراق المهمة، كوكا، شناوي، خالد عبد الفتاح، كل دول الحقيقة أوراق ممكن تدخل في الحسابات الفترة اللي جاية. طيب زي ما قلت لكم اليو ديانج خلاص بدا في تمرينه النهارده ورجع بالسلامه، كان عمل عمليه ازاله جزء من غضروف الركبه، والعمليه تمت الحمد لله بنجاح ورجع القاهره وبدا ينفذ البرنامج التاهيلي اللي حطوه له دكتور احمد جبالله طبيب الفريق، وبالتالي ان شاء الله مع فتره او مع برنامج التاهيل ممكن جدا على استكمال مشوار الاهلي سواء في الدوري، طبعا بطوله الدوري اللي احنا ما لعبناش فيها غير 7 ماتشات، خد بالك انت ماتش البنك الاهلي ده تامن ماتش في مشوار البطوله من اصل كام 34، فانت فعليا ما ابتديتش بطوله الدوري، يعني طبعا هتبقى في حاجه ماسه في ولسه عندك بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي هتبقى في حاجه ماسه لكل الاوراق، ان شاء الله باذن الله يكون الفتره دي فتره عوده كل المصابين ويكون الفريق في يعني كامل الجاهزيه لبدايه المشوار الصعب والاصعب طبعا قادم في دوري الابطال. طيب ده بالنسبه لديانج وبالنسبه للنادي الاهلي، خليني اخدكم للمؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام حسن، وتعالوا نشوف القائمه اللي وقع عليها اختيار المدير الفني كابتن حسام وكابتن ابراهيم، كانوا موجودين طبعا في السعوديه عشان يتابعوا المباراه من الملعب، والحقيقه كانوا يعني اللي لمسته انا او يعني اللي شفته انا ان هم الحقيقه كل الناس متفائله جدا بتجربتهم، ومن الواضح كمان انه الجهاز الفني للمنتخب بيلقى دعم على كل المستويات على كل المستويات، فسرها وشوفها زي ما انت عايز، فنتمنى ان شاء الله التوفيق والنجاح. هم اتكلموا على المعسكر واتكلموا، طب خليني اقول لكم القائمه الاول. كابتن حسام اختار لحراسه المرمى محمد عواد، محمد ابو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير الحقيقه استحقها وعن جداره الحقيقه. خط الدفاع اختار محمد هاني، اكرم توفيق، محمد حمدي ومحمد شكري، محمد شكري طبعا لاعب سيراميكا، احمد حجازي،
محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، واحمد رمضان بيكا. خط النص اختار حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي قفشه، احمد نبيل كوكا. وخط الهجوم اختار فيه تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، ومصطفى محمد، واحمد عاطف، ومحمد شريف، ومحمد الشامي، بالاضافه طبعا للاعبين المحترفين اللي وقع عليهم الاختيار واللي ما زال. خليني اقول لك موقف صلاح لم يتحدد. صلاح لاعب في اليوروبا ليج يوم الخميس ومنتظر، يعني في احتماليه لمشاركته النهارده في مباراه المان سيتي. السيتي بيلعب مع ليفربول النهارده في قمه الدوري الانجليزي، مباراه مهمه جدا بالنسبه للفرقتين لانها مش هتحسم لكنها بشكل كبير هتحدد شكل الصراع على اللقب. القريبين جدا من المنافسه، الموقف انه الارسنال في الصداره بفارق نقطتين عن ليفربول، لكن الارسنال لعب مباراه زياده ووراء ليفربول، ثم وراهم بفرق نقطتين عن ليفربول واربع نقاط عن ارسنال المان سيتي. النهارده السيتي بيلعب مع ليفربول في الانفيلد في ليفربول، وبالتالي في حاله فوز السيتي يبعد بشكل كبير جدا ليفربول عن المنافسه ويتصدر هو البطوله ويجي وراء الارسنال، ويبقى الصراع هنا بين ارسنال وبين السيتي الى حد كبير يعني. لكن الفرق هيكون ضئيل جدا، ولسه مشوار الدوري الانجليزي طويل شويه. لكن اللي عايز اقوله في النهايه ان المباراه النهارده مهمه جدا للثلاث فرق، للارسنال، ليفربول، والسيتي، وبالتالي مشاركه صلاح النهارده ارض. السؤال هنا، اذا ما شارك صلاح النهارده، هل هيقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم تواجد صلاح في البطوله بصرف النظر عن موافقته من عدمه؟ هو ليفربول طلب عدم استدعاء صلاح، والجهاز الفني قال لك في الاول احنا ما عندناش مشكله اذا ما شاركش مع فرقته، وبعد كده من الواضح ان كان في تفاهمات او اتفاقات بالتراضي انه صلاح ما يشاركش. لكن في النهايه وجهه نظر الجهاز الفني ايه؟ مشاركه صلاح النهارده تاثر على صورته او على مش عايز اقول علاقته، لانه في النهايه دي علاقه احترافيه، ده منتخب مصر، سواء كنت بتكلم على حسام وابراهيم على راس الجهاز الفني او صلاح كنجم كبير جدا في سكواد المنتخب. على كل الاحوال تعالوا نتابع تصريحات كابتن حسام حسن على كل ما يخص المعسكر المنتخب. ليه ما فكروش في ان هم يلغوا المشاركه في البطوله الوديه؟ ليه اصروا عليها؟ اختاروا العناصر، قصه المحترفين، قصه صلاح. تعالوا نشوف ونرجع لحضراتكم. لا هو مش استبعاد، يعني استبعاد زي ما بتقول في استبعاد، في فرق في الاستبعاد دلوقتي مثلا في عيب معين كان موجود في المنتخب وانت باختيارات الفني مش موجود. هو القصه ان الاستبعاد بناء على طلب محمد صلاح، بناء على طلبه والجواب اللي انبعت رسمي للاتحاد ان هو شايف من طلبه ان هو الفتره دي مش موجود، عشان من ناحيه الاصابه بتاعته عايز يتدرج مع فرقته، فبناء على طلبه وجواب جه للاتحاد وحصل تواصل بالرسائل مع اتحاد الكوره، فاحنا شايفين كجهاز ان خلاص هو شايف ان الفتره دي حاسس ان هو بدنيا وافضل ليه ان هو يتدرج بشكل بناء على تفكيره او تفكير النادي ليفربول، بحيث ان هو مش ممكن تجيب حد غصب عنه، يعني هو راجل طلب، هو اللي طلب رسمي والجواب جه رسمي للاتحاد ان الفتره دي مش موجود، ويتدرج بعد كده في حته الاشتراك اشراكه مع نادي ليفربول. فده الرد او ده الحاجه اللي احنا وصلنا ليها يعني. انما احنا بالنسبه لنا نتمنى طبعا ان كان موجود معانا محمد صلاح، قيمه كبيره جدا، كابتن المنتخب نفسيا في الفتره ديت، وخصوصا مع وجودنا انا والكابتن حسام الجهاز الجديد، لما نخش كلنا بقوه بتدي طبعا قوه للمنتخب وتدي رد فعل نفسي للجماهير المصريه، فكنا نتمنى يبقى موجود، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نبقى موجودين عائق لمصلحته، وزي ما بقول وباكد بناء على طلبه، بناء على طلب هو بصفه خاصه، سيبك من ليفربول، بناء على طلبه هو الفتره دي مش عايز يبقى موجود فيها عشان ينزل بشكل تدريجي مع ليفربول. فبناء كده كجهاز ومع بالتنسيق مع الاتحاد المجلس اداره اتحاد الكوره
بنعرف كده الوضع بقى هو ده الوضع الحالي عشان تبقوا الامور واضحه يعني. اكيد طبعا الفتره اللي فاتت اشتغلنا انا والجهاز معايا ان احنا نشوف الاصلح واختياراتنا من خلال متابعتنا للمباريات الدوري ومباريات افريقيه للانديه المشتركه في افريقيا زي الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر. واعتقد ان احنا كلنا يعني المنظومه كلها جمهور واعلاميين وجهاز فني وكل الناس تابعت المباريات وشفنا اللاعبين المحليين وتابعنا اللاعبين المحترفين في الخارج. وطبعا كنا نقبل ان طبعا الاداء طبعا يبقى افضل في خلال مشاهدتنا ومتابعتنا للاعبين في الخارج وفي الداخل، ولكن الحمد لله قدرنا نطلع بافضل اللاعبين اللي موجودين في الوقت الحالي. واختياراتي الحمد لله ان انا في المرحله دي بناء على رؤيتي الفنيه وجهازي من الناس اللي هي جاهزين فنيا وبدنيا نوعا ما. طبعا كل اللاعبين اللي هم مش موجودين معانا في القائمه اللي اخترناها كلهم متاحين لينا، ما فيش حد مستبعد. كل اللاعبين حتى لو انتوا بعد كده اكيد هتسالوا طبعا بالاسامي او اسامي معينه، تواصلنا حتى مع بعض اللاعبين من خلال الكابتن ابراهيم. اللاعبين اللي مش موجودين في القائمه بعض اللاعبين كلمناهم وان احنا مستنيين منهم ان هم يكون في مشاركه بصوره جديده بصفه جديه مع فرقهم في الخارج وفي الداخل. في لاعبين كانوا زمان كان طبيعي انه المفروض ان هم موجودين معانا في القائمه، لكن طبعا حصل اصابات. وفي نفس الوقت كنا نتمنى ان شاء الله ان يكونوا موجودين معانا في اول معسكر، ولكن من الظروف وامل ان شاء الله المباراه اخر مباراه في الدوري يوم 12 مباراه في الدوري المصري ما يكونش فيه اصابات تاني، ولان فقدنا يعني عناصر كانت مهمه زي يعني حتى زي زيزو وزي مش مفاجأة طبعا كان وجود كنت في دماغي ان انا افكر في رمضان صبحي. وكنا بنحاول ان هو نعده نفسيا ومعنويا بعيد عن الاختيار قبل ما نختار، فده مش سر، لكن ده طبيعي ان احنا رؤيتنا الفنيه ان احنا شايفين في لعيبه تستحق ان تكون موجوده، ولكن بعدت لظروف معينه فبنحاول ان احنا نكون متواصلين معاهم. ده جزء من كلام او جزء من المؤتمر الصحفي اللي اتقال فيه كلام كتير، يمكن دي اهم الحاجات اللي اتقالت على لسان كابتن ابراهيم حسن وكابتن حسام حسن فيما يتعلق بمعسكر منتخب الوطني. خلينا اقول لكم المعسكر يبدا يوم 13، المحترفين هينضموا يوم 17 او 18. المنتخب عنده دوره وديه في الامارات، دوره رباعيه مصر تونس نيوزيلند وكرواتيا. كرواتيا هتلعب تونس اعتقد يوم 22، مصر هتلعب نيوزيلندا، الكسبان يلعب الكسبان والخسران يلعب الخسران، ده 26 28 حاجه كده يعني. دوره فيها ماتشين هيلعبوا المنتخب. وحتى سالوه يمكن في المؤتمر ليه ما فكرتش تعتذر، قال لا يعني بما انه الجهاز الفني اتغير، ولان الدوره دي يمكن اتفق عليها طبقا لرغبه فيتوريا يعني. لكن الراجل قال لك لا، فرصه ان احنا نشتغل ونقرب من اللعيبه. وفي نفس السياق ده انا بس باكد على كلمه كابتن ابراهيم حسن، انا ما بحكمش على نوايا الاشخاص والله، وكل الاطراف ليهم مني كل الاحترام والتقدير، سواء اتحاد الكره لو اتحاد الكره طرف اساسي في القصه، او الجهاز الفني كابتن حسام وكابتن ابراهيم، او كابتن محمد صلاح نجم ما فيش شك واحد من اهم نجوم الكره المصريه على مدار تاريخها يعني، وفخر لكل المصريين والعرب الحقيقه بالمستويات الرائعه اللي قدمها مع ناديه في اوروبا. لكن في النهايه احنا بنتكلم القصه قصه ايه؟ القصه قصه منتخب مصر. منتخب مصر يخص مين؟ يخص جماهير الكره المصريه، بصرف النظر عن مين بيدربه، بصرف النظر عن مين في موقع المسؤوليه في مجلس اداره اتحاد الكره، بصرف النظر مدير فني مصري ولا مدير فني اجنبي، بصرف النظر عن اسم اللاعب، كان نجم كبير، كان لعيب صغير، كان لاعب ناشئ، كان لاعب خبره، مش قصتنا، احنا بنتكلم على منتخب مصر. طبعا انا ما اعرفش صلاح هيلعب النهارده ولا لا، هو ما بداش في التشكيل الاساسي. يلعب ما يلعبش مش قصتي، لكن الكلام اللي قاله كابتن ابراهيم حسن مع كامل التقدير والاحترام لوجهه النظر اللي اكد عليه قال نصا كده انه بناء على طلب صلاح، ما قالش حتى ليفربول، بناء على طلب صلاح انه ما يشاركش في الفتره دي وانه يشارك بالتدريج مع فرقته مع ناديه. انا مش فاهم بصراحه ليه، يعني ايه اللي يستدعي ده؟ اذا كان في جهاز فني جديد وفي فتره طاقه، دي اجنده دوليه يعني، ما فيش نشاط يعني ما فيش حاجه هتحصل
فتره الاجنده الدوليه دي مفيش ارتباطات، ما انتش مطالب بحاجه، وبالتالي هو انا بقول لك تعالى العب ماتشين، او كابتن حسام يعني بيقول لك تعالى العب ماتشين بتوع نيوزيلندا وكرواتيا او تونس من بعدها، ما تيجي المعسكر اقف مع الجهاز الفني الجديد، انت كابتن كبير وهو قال لك انت كابتن المنتخب ووجودك فيه دعم نفسي ومعنوي كبير جدا للعيبه، تعرف على طريقه كابتن حسام، ابدا معاه مرحله جديده. المصريين كلها، مش حسام حسن اللي بيراهنوا عليه، المصريين كلها كلهم بيراهنوا على منتخب مصر في اللي جاي، مش بيراهنوا على اسم لعيبه ولا على اسم جهاز فني. فبالتالي يعني اعتقد انها كانت واثبات لحسن النيه من الطرفين، سواء من قبل عشان اللي اتقال الفتره الاخرانيه مفيش ناس تبني عليه وتشتغل عليه الفتره اللي جايه، مع اول دروب للمنتخب تلاقي كل الناس بتتصيد الاخطاء لمحمد صلاح، وكل الناس بتتصيد الاخطاء لحسام ابراهيم، وكل الناس بتتصيد الاخطاء، ما نبدا مرحله جديده بقى يعني، وعينينا كلنا على اسم البلد وعلى علم مصر اللي نفسنا كلنا يرفرف بقى، وان الاوان ولا ما انش ولا ايه. على كل الاحوال طيب عندي كلام كتير، على خليني ارجع برده مره ثانيه لانجاز الاهلي المهم والتاريخي، تاريخي بكل ما تحمله، ما تستصغرش البطولة. انت متعود تلعب في كاس العالم ومتعود تكسب الزمالك في اخر 20 سنة، يعني بالارقام طبعا بالنسبة لك مكسب الزمالك ما بقاش ليه نفس الطعم بتاع ايام الدربيات لما كان الاحتمالات 50-50، لكن بطولة كاس دي كان ليها طعم مختلف، ظروفها كده مختلفة، توقيتها مختلف، مكانها مختلف، الحدث نفسه يا جماعة اللي انا شفته في ملعب المباراة يليق بان يكون تشامبيونز ليج. والتشامبيونز ليج ليه ما تحصلش في ملاعب مصر؟ اذا كان عندنا الجماهير دي وعندنا الملاعب دي وعندنا الانديه دي، سيبك بس من لقطه مورينيو وتوتي ورونالدو خليها بره الحسابات، لكن فيما عدا ذلك كل ده ممكن يبقى عندنا شويه غيره بس وشويه يعني حميه كده نكسر الدنيا. خلينا نستقبل نجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح، هيكون ضيف علينا في السادسه بعد الفاصل. هو دايما كلمه السر قفشه، أفشى تاجر السعادة، أفشى الحقيقة اللي يمكن كتير من جماهير النادي الأهلي ما توقعتش مع إعلان انضمامه للقلعة الحمراء إنه يكون صاحب مشوار مليء بالأمجاد، ومش بس كده الحقيقة، يكون صاحب بصمة دايما في الأوقات المهمة، دايما في الأوقات الصعبة. محمد مجدي أفشى اللي يمكن ربنا بيحبه عشان كده حبب فيه خلقه. نرحب ونستقبل النجم الكبير كابتن اشرف ممدوح، ضيفنا النهارده في السادسه عشان نحتفل معاه بالبطوله رقم 150 والكاس رقم 39 في تاريخ القلعه الحمراء. اشرف مبروك، الف مبروك طبعا، بطوله جديده ولكنها اعتقد ليها طعم مختلف او يعني حاله خاصه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. مبسوط اني موجود معاك طبعا. يوم حلو النهارده بقى اهو وجميل والحقيقه يعني البطولات والنادي الاهلي عودنا على الفرحه دي، يعني صحيح. عود مصر كلها على الفرحه، مش بس جماهير النادي الاهلي، لكن الحقيقه النادي الاهلي في فتره من الفترات وفترات طويله يعني كان بيسعد جماهير الكوره في مصر، هو البسمه الوحيده في منظومه الكوره في مصر في فترات طويله جدا جدا. مليون مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي، مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. بطوله خاصه لانها الحقيقه يعني مردودها كبير جدا طبعا على المنافس التقليدي نادي الزمالك، وهنتكلم عن نادي الزمالك بالتاكيد بهذا الاحترام وهذا الشكل الجديد. يعني بطوله في بلد شقيق زي السعوديه، ويمكن كنت بتكلم انا وانت قبل الفاصل يا احمد وقلنا انه تواجدها في المملكه العربيه السعوديه الحقيقه ادى البطوله يعني مذاق مختلف جدا. أيه. جدا الحقيقه. أيه. ومردود كبير جدا عالميا ويمكن كمان. الشكل كمان اللي ظهرت بيه رد على كتير من الناس اللي يعني تحفظت، مش عايز اقول اعترضت، لكن تحفظت على ان البطوله تخرج لاول مره. تعودنا على السوبر المصري صحيح بيتلعب بره، لكن بطوله كاس مصر طول عمرها بتتلعب على ارض مصر، وبالتالي كان في بعض التحفظات شويه تخرج، لكن اعتقد البروباغندا، الشكل، الصوره، الحضور الجماهيري، كل حاجه كانت حلوه. تغطيه الصحف العالميه، مشاركه جوزيه مورينيو، توتي، رونالدو، كل ده ادى مفيش احسن من كده، مفيش يعني افضل من كده في انك تخرج بهذا الشكل بالفوز ده. واعتقد يعني كل الشكر طبعا للمملكه العربيه السعوديه لاستضافتها البطوله، كل الشكر ترك ال شيخ، كل الشكر لكل منظومه العمل في المملكه العربيه السعوديه لاستضافه الكاس. والحقيقه يعني فوز بطعم مختلف، يعني مردوده كبير جدا جدا، مش بنتكلم عن الناحيه الماديه فقط، لكن هي اخر حاجه الحقيقه، لان دايما النادي الاهلي بيبحث عن المعنويا اكتر. جماهير فوز يعني فرحه جماهير النادي الاهلي لوحدها
تكفي لعيبه النادي الاهلي وتكفي مجلس اداره النادي الاهلي. يعني كل الشكر للاعبتنا على المجهود الكبير، رغم يعني ما كانش بالشكل المطلوب، صحيح. لكن الحمد لله حققنا المطلوب، حققنا الفوز، حققنا البطوله، وده اللي بيسعد جماهير النادي الاهلي في النهايه، انك بتحقق بطوله بتسعد جماهيرك كمان. احمد، مش كل الناس كانت من هنا، يعني الجاليه المصريه الموجوده في السعوديه. استغربتها جدا كمان، يعني بالتاكيد انا طبعا رحله الاستاد كانت في وسط الحشود، صحيح. انت كنت موجود هناك طبعا، بعتني وسافرت لكن ماشي يعني. بس عايز اقول لك انا لاحظت ملاحظه غريبه جدا، يعني طبيعي جدا يبقى في مصريين اوريدي موجودين في المملكه، فطبيعي يكونوا حاضرين المباراه، بتكلم على حتى الجمهورين مش بس جمهور الاهلي، طبيعي ان في مصريين يسافروا عشان يحضروا حدث زي ده، صحيح. عايز اقول لك بقى اللي لفت نظري ان في سعوديين لابسين تيشيرتات الاهلي ورايحين يتفرجوا على الماتش، صحيح. يعني رونالدو، يعني جمهور رونالدو كمان كان لابس تيشيرت نادي الاهلي، ودي لا دي كانت غريبه، دي لقطه كانت يعني كل اللي حصل كان جميل وحلو ومبهر ومشجع وملفت، صحيح. للانظار، لكن المفاجاه الناس ما صدقتهاش، نشوف رونالدو بتيشيرت النادي الاهلي، رونالدو وتوتي ومورينيو ومورينيو ماسك الكاس ونازل، صحيح. دي كانت حقيقه لقطه لطيفه، يعني حاجات الحقيقه في كره القدم بتسعد الجماهير، يعني النجوم العالميين لما يبقوا موجودين في منظومه العمل في كره القدم في المصريه اكيد بتديها طعم مختلف او مذاق مختلف، يعني الحقيقه الصوره كلها كامله، مفيش اروع من كده، وفي ونهايتها طبعا هي الافضل بالفوز بالكاس واسعاد كل جماهير الكره في مصر، يعني ايمج، يعني ايمج يليق بالبطوله، صحيح. يليق بالكره المصريه، يعني مش عارف اقول ده ولا ما اقولوش، بس يعني نلعب كل نهائي بطوله بقى في السعوديه ولا في الامارات يعني نتمنى ان يكون عندنا يعني هذا الشكل من التنظيم. هو السؤال هسالك بجد، اتفضل، احنا نقدر نعمل ده ولا ما نقدرش؟ هو ده السؤال اللي الناس لازم تجاوب عليه. هو انت تقدر تعمله تنظيميا، لكن يعني طبعا دعوات النجوم الكبار بتحتاج مبالغ ماليه كبيره جدا، اعتقد البث التلفزيوني نقدر نعمل ده مع بعض التقنيات وتطويرها، يعني التنظيم اعتقد نقدر بشكل كبير، والا ما كناش قدرنا نعمل بطوله امم افريقيا الناجحه جدا اللي نظمناها في مصر مؤخرا. لما تقول نقدر يبقى في مشكله، انا ده يعني فاهم قصدي، يعني لما اكون ما اقدرش، مش قادر اعمل ده او ما اعرفش اعمل ده، ساعتها ممكن اتقبل الامر الواقع، لكن لما اكون عندنا الامكانيات، عندنا الامكانيات طبعا، عندنا الامكانيات الكبيره جدا، مصر يعني حافله بنجوم كبار جدا وعندها امكانيات كبيره جدا جدا على المستوى البنيه التحتيه ومستوى العقليات الاداريه اللي موجوده، ولكن نستغل ده، يعني اتمنى ان احنا نقدر نستغل ده. الناس خلي بالك دايما بتقول ان بطوله الكاس او كاس مصر بطوله سنويه، يعني مش زي بطوله الدوري مثلا، لكن الاهتمام بيها بهذا الشكل، مش لازم يا سيدي تجيب توتي ورونالدو، يعني لما تجيب مثلا رابح ماجر مثلا نجومنا العرب، يعني نجيب العويران، عزيز بودربالا، العويران، تيمومي، طارق التايب، يعني نجوم الكره العربيه، صحيح. صحيح. اللي هيرحبوا بالتاكيد ان هم يبقوا موجودين جداً. في مصر جداً. ويبقى ليهم جوله، وخلي بالك نجومنا احنا يعني النهارده ما يبقى موجود وائل جمعه وزيدان واسماء بتتواجد في محافل دوليه كبيره جدا، يعني مثلا افتتاح الاستاد في ليبيا ما في نجوم مصريه كانت موجوده بتتوج هذا الاحتفال، في عندنا نجوم كبيره جدا جدا يا احمد، لكن ينقصنا بس اننا نثق في نفسنا شويه، عندنا القدره على انك تبدع، خرج كل امكانياتك عشان تقدر تخرج بهذه الصوره. لما اجي انظم حدث زي ده، مش عايز بس قصه التنظيم تاخدني، لكن في حته برضو يعني يبقى يعني حسيت بغيره، لانه انا حاسس ان احنا نقدر نعمل ده، شويه كرياتيفيتي كده، يعني انت لما مش لازم حتى نجوم الكوره اشرف، يعني صحيح. انا لما اروح اجيب مثلا نجم سينما او نجم من المغنيين العالميين النهارده، انا مثلا كنت في النهارده في بدايه الحلقه بعرض ردود الافعال على الماتش، عايز اقول لك انه صحف العالم كلها بمجرد تواجد مورينيو ورونالدو وتوتي طبعا، الحدث تسليط الاضواء، صحيح. على نهائي كاس مصر بقى في كل حته في، صحيح. العالم، فاهم؟ فانت استفدت ولا ما استفدتش؟ هو الابداع بس، يعني انك تبقى كرييتيف في انك تعرض الفكره دي، انك يعني ازاي تخرج الفكره دي بشكل محترم، شكل قوي. السوشيال ميديا النهارده يعني فجرت كل حاجه، فانت تقدر تعمل ده، وتقدر بافكار بسيطه زي اللي بتتكلم بيها يا احمد او عنها، انك يبقى عندك نجم عالمي
مش لازم ثلاثة أربعة، أنت ممكن تجيب واحد بس يعني يخلي لك الموضوع ترند ويصور سوشيال ميديا وينزل التور بتاع. هل مصر غير قادرة على ده؟ أنا مستحيل طبعًا يعني، لكن الناس الحقيقة هي بس اللي ما بتفكرش، ما بتحاولش تبدع، ما بتحاولش تخرج أفكارها. فأتمنى إن شاء الله الناس تشتغل بالشكل ده وبالأسلوب ده. وأنا يعني أنا كنت لسه بسمعك في كلمة قلتها، يعني أنا معاك 100% فيها، إن مباراة زي دي عملتها او قامت بها المملكه العربيه السعوديه، خدت بها 10 15 20 خطوه لقدام، كانت ممكن تشتغل 5 6 سنين عشان تعمل الترند ده. صحيح. فيعني الناس بس تشتغل على ده، وتشتغل على انك ازاي تخرج امكانياتك وتظهرها بالشكل الجيد. لكن في النهايه مليون مبروك للنادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره، ومليون مبروك لاعبتنا والجهاز الفني، مليون مبروك لمستر كولر. الحقيقه اللي انا يعني ان انا دايما سبع لقب في سبع لقب، سبع لقب انا في ظهره طول الوقت. الحقيقه حط بين قوسين بقى جنب سبع لقب انه من ساعه ما تولى كولر مسؤوليه الاهلي مفيش نادي مصري حقق اي بطوله. صحيح صحيح. شوف انا يعني انا لو جبنا كل حلقاتنا مع بعض هتلاقيني دايما بقول ان مستر كولر رائع في كل حاجه. انا عجباني شخصيته، يعني كاركتر مستر كولر هو اللي فارق جدا جدا. ومن وقت مستر مانويل جوزي اعتقد ما جالناش النموذج ده. ممكن فايلر مثلا كان فنيا كويس، لسه كنت اقول لك حط فايلر. فايلر كان فنيا كويس، لكن الشخصيه مع الفنيا اعتقد انها متوفره بنسبه كبيره جدا جدا في مستر كولر. قدر يعمل التوافق ده، وقدر يعمل الانسجام الكبير جدا بين اللعيبه، قدر يخوف والناس تحترمه. يعني انا بخوفك، انا مدير فني قوي، اقدر اقعدك، اقدر امشيك، اقدر، ولكن انت في النهايه بتحبني وبتحترمني. فده اسلوب مش كل المدربين يقدروا عليه، مع فنيا طبعا وامكانياته الكبيره جدا ودراسه المباريات وسرعه الذهن عنده. الحقيقه لا، مستر كولر الحقيقه رائع جدا جدا مع النادي الاهلي. اتمنى انه يظل معانا فترات اكتر واكتر ان شاء الله الفترات الجايه. امام وقفشه ليهم كريدت في الماتش ده، يعني غير طبعا البطوله الفرقه كلها كانت نجوم. شوبير كان واحد من نجوم الماتش. شوبير الحقيقه كل ماتش بياكد وبيرسخ. خليك فاكر اني قلت لك حقيقي من اول الناس اللي قالوا، وانا كنت بقول له مصطفى شوبير يقدر يتحمل المسؤوليه كامله. صحيح. شخصيه دايما بص، يعني بالذات اثنين بشوف ان هم محتاج اشوفهم عملي، راس الحربة وحارس المرمى. ده صحيح. يعني اي مركز تاني ممكن اقول لك اطمن له بسرعه، محتاجه شخصيه، اشوفه في ماتش اتنين فبقى تمام. لكن لا، محتاج مش بس كده، محتاج كمان انا بقول لك الثقه من الجمهور في المركزين دول تحديدا. ما تجيش الا بثبات في المستوى وامكانيات تتبرهن بشكل عملي. تقول لي بقى جول كويس، تقول لي مش عارف بتاسس ازاي، تقول لازم اشوفه واطمن ليه. لانه انا حارس المرمى بالنسبه لي ابقى مطمن اول ما اسمع اسمه في سكور شيت. صحيح. احس ان تمام، تمام هنا خلاص. طبعا الشناوي مطمنا بقاله سنين طويله جدا. طبعًا. يعني اتمنى عودته باذن الله. الشناوي كان حاضر المباراه في الملعب، والجمهور هتف له كتير جدا. عجباني الروح كمان اللي موجوده احمد جدا جدا بين كل اللعيبه. يعني مثلا قفشه، مين اللي خد مكان قفشه؟ اقربهم امام. مش اقربهم، هو امام. مظبوط. يعني الروح اللي موجوده النهارده غير طبيعيه. يعني ما فيش حد ممكن، واحد موجود في منتخب مصر، واحد موجود اساسي في النادي الاهلي، بيجي لعب بياخد مكانه وبيلعب هو الاساسي وبياخد الشو كله، ومع ذلك قفشه بكل، عشان كده بقول لك قفشه في حاجه لله دايما. يعني السايب نيته على الله ورامي حموله على الله، ده مع امكانيات طبعا وشغل ومجهود كبير جدا. واشدنا بقفشه كتير جدا جدا في انه بيشتغل على نفسه. لا، وهو حاضر يعني دايما. الحقيقه يعجبني اللعيب. يعني في ناس كتير جدا لما بتحس انه مفيش اعتماد بشكل اساسي عليها تبقى داون خلاص، يعني بتبعد. لكن انت تفتكر قفشه في بطوله افريقيا اللي خدناها على حساب الزمالك. صحيح. كان حاضر وسجل قضيه، كان وصل البيك بتاعه اللي بعدها. يعني كايزر تشيفز حاضر وسجل طبعا. لا، فكره حتى ماتش الوداد اللي احنا كسبنا البطوله الاخرانيه، هو قفشه جايب 3 دوري ابطال. صح؟ صحيح. مع الاهلي رصيده يعني في دوري الابطال. بطوله القضيه هو اللي مخلصها، رغم انه طبعا السوليه حطت الهدف الاولاني، بس هدف القضيه ممكن غطى لانه كان هدف الحسم. البطوله الثانيه هو والسوليه، واعتقد كان معاهم محمد شريف، ثلاثيه كايزر تشيفز. ماتش الوداد الاخراني اللي جاب بيه لقب الثالث، لو تفتكر سيناريو الماتش
الاهلي كفته ما مالتش وريحت الا بعد نزول قفشه. ده محمد مجدي ده صحيح، وده اللي حصل بالمناسبه في ماتش الفاينل برضه بتاع الزمالك. بصانع بيصنع الفارق، وهو ده هي دي قيمه قفشه. يعني دايما بنقول انه في لعيبه كتيره جدا جدا بتبذل مجهود كبير، ممكن تجري بدل 10 كيلو 15 16 كيلو اثناء المباراه، لكن في النهايه انت عندك حد بيصنع الفارق ده. عندنا نماذج كتيره جدا جدا في النادي الاهلي كانت بالشكل ده. يعني لو اتكلمنا عن اقرب الامثله ابو تريكه كان مثلا، وليد صلاح، دين، في حد دايما بيصنع لك الفارق لانه امكانيات مختلفه ذهنيه وفنيه وبدنيه. قفشه واحد من الناس دي، واعتقد انه يعني يطلق عليه طبعا صاحب السعاده او صانع السعاده او تاجر السعاده، لان قفشه الحقيقه يعني مع مجهوده الكبير جدا جدا يا احمد الفتره اللي فاتت، لان قفشه من الناس اللي اشتغلت على نفسها مع مستر كولر وتغيير فكره، لان قفشه كان واحد من الناس البعيده جدا عن فكر مستر كولر، لانه ما يعني طبيعي كده ما كانش بيدافع او ما كانش عنده الناحيه الدفاعيه او ادوار دفاعيه زي الناحيه الهجوميه. لكن قفشه قدر يعدل من ده، ما غضبش وزعل وقال لا وركن بقى خلاص وما قدرش وارتكن على اللي حققه مع النادي الاهلي، لكن اشتغل على نفسه. النهارده قفشه تشوفه بيدافع وبيهاجم بيقوم بالدورين، عشان كده ربنا كرمه بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي وقدر يحقق انجازات كبيره جدا جدا مع النادي الاهلي، وهو يعني مشارك بشكل اساسي وكبير جدا جدا فيها او في صناعه هذه الانجازات مع النادي الاهلي. فرحان لامام بصراحه، لانه من الناحيه المعنويه سيبك من بطوله، هو فاز معانا قبل كده، هو حس يعني ايه مدرسه الاهلي، او يعني ايه كيان النادي الاهلي، ولعب مع فرق كبيره وكسب فرق كبيره وماتشات صعبه. اي لاعب يتهيألي يحلم مكسبها في حد ذاته بطوله، اما تلعب مع انديه في كاس عالم زي اتحاد جده وزي اوراوا ريدز وتكسب وتحقق ميداليه برونزيه، اما تلعب سوبر وتحقق بطوله سوبر، لما تلعب مع الاهلي وتحقق بطوله كاس مصر، كل ده بالتاكيد بياكد له انه القرار كان سليم صحيح. وناجح داخليا كمان عنده. لكن فكره انه كان يبقى في محاولات ل ل ل ل ل يعني للتاثير فيه معنويا، او انه يعني محاوله انه احباطه مثلا أو اغتياله، مش عايز اقول صحيح. كلمه اغتيال دي تقيله شويه، لكن كان في محاوله لان التجربه بتاعته تفشل يعني. صحيح. اعتقد انه امبارح في مباراه زي دي وفي بطوله زي دي بكل المقدمات اللي احنا اتكلمنا عليها، انه يسجل هدف ويصنع الاخر يعني ويصنع الثاني كمان يعني اعتقد كانت مهمه جدا. يعني امام انا الحقيقه طول عمري رايي فيه انه لاعب فنيا وبدنيا مختلف، يعني واحد من الناس اللي بيصنعوا الفارق برضه، مختلف عن امكانياته وقماشه لعيبه كتيره جدا جدا موجوده في هذا المركز. يعني كنت قلقان بس انه ما يندمجش او ما ينسجمش مع الكيان ومع مجموعه لعيبه في النادي الاهلي، لكن عايز اقول لك انه غرفه ملابس النادي الاهلي، وده اللي لازم نشيد بيه احمد جدا، بتستوعب كل اللاعبين. ما فيش لاعب جه من النادي الاهلي من الخارج وما قدرش ينسجم بسهوله. يعني اتكلم حتى عن موديست، اتكلم عن رضا سليم، اتكلم عن مؤخرا يعني وسام ابو علي، في ثواني يعني، فيش يومين ثلاثه بتلاقي الناس دخلت جوه الكيان وخلاص مشيت الامور. فامام من ضمن الحاجات اللي فرقت معاه فنيا كتير جدا او في مستوى كتير جدا هي غرفه ملابس النادي الاهلي واحتوائهم لامام، واعتقد جماهير النادي الاهلي طبعا الدعم الاول والاخير لكل ده. فاعتقد ان ده فرقوا كتير جدا جدا مع امام، كان ممكن يعني كان ممكن امام يروح في حته تانية بعيدا عن المستوى ده والتركيز ده لو ما فيش جمهور النادي الاهلي وما فيش غرفة ملابس النادي الاهلي، طبعا مع مستر كولر ومع مجلس ادارة النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. لكن عايز اقول لك ان دول بيفرقوا كتير جدا جدا مع اي لاعب يدخل القلعة الحمراء. فاتمنى ان امام يفضل مركز بهذا الشكل، امام خامة جيدة جدا، واتمنى ان شاء الله انه يستمر مع ده، لاعب جيد جدا مفيد للنادي الاهلي ومفيد لمنتخب مصر ان شاء الله في السنين الجاية. فكرة احراز لقب في التوقيت ده، وخليني اقول برضو وانت مش في افضل حالاتك، يعني خلينا نتفق انه والزمالك الحقيقه برضو لعب جيم كويس، بيقول انه الزمالك قادم على راي جمهوره يعني زي ما بيقولوا، لكن اتمنى ان المنافسه ترجع. طول ما الاهلي بيحسم البطولات او الاهلي يغرد منفردا بيبقى فيه
طبيعي كجمهور بتفقد جزء من حلاوة أو متعة المنافسة. صحيح. لكن طول ما في منافسة قوية دايما ده بيحسسك بحلاوة الإنجاز. صحيح. أتمنى أنه الزمالك والإسماعيلي يعني يبقى في ناس كتير بتنافس، لكن في النهاية أعتقد أنه التوقيت بتاع المكسب والبطولة ده، وخصوصا أن في فترة توقف دولي، تقدر تبني عليه كمان للي جاي أشهر. طبعا اللي جاي بالنسبة لك مش عايز أقول أهم، لكنه على الأقل أصعب، سواء منافستك على بطولة دوري الأبطال أو منافستك على الدوري. خسارتك لا قدر الله في التوقيت ده كان ممكن يبقى ليها اثر سلبي بشكل طول ما في توقف وانت كسبان غير تماما وانت خسران، وانت خسران بطوله او وانت مش محقق انجاز، وتعود النادي الاهلي وجماهيره ولاعيبته انه دايما في انجازات، وبالتالي اعتقد ان كان هتبقى مشكله كبيره جدا جدا للاعبتنا نفسيا انه يبقى في توقف بهذا الشكل ويكون في خساره لا قدر الله او خسرت بطوله زي بطوله كاس مصر بهذه الاجواء اللي اتكلمنا عنها. وطبعا يعني عايز كمان احيي مجلس اداره نادي الزمالك الحقيقه يا احمد، لانه لازم نذكر انه الاحترام يقابل دايما بالاحترام، وانه يعني هذه الالفه وهذه وهذا التعاون والاحترام اللي موجود بين كل المنظومه، منظومه نادي الزمالك مع طبعا منظومه النادي الاهلي، اعتقد ان ده الوضع الطبيعي واللي كان مفترض يبقى موجود من سنين طويله جدا، واتمنى ان شاء الله انه يظل مستمر. هقول لك حاجه شفتها بعيني يا اشرف، يعني كل نجوم نادي ده شفتها بعينك بعد ما سبتني وسافرت برضو. انا هفضل وراك طول الحلقه كده. ماشي اتفضل. انا الحقيقه قابلت كتير من نجوم نادي الزمالك هناك، يعني قابلت كابتن ايمن يونس، كابتن احمد عبد الحليم، كابتن اشرف قاسم، صحيح، كابتن عبد الحليم علي، كابتن محمد ابو العيلة، كابتن محمد صبري، وغيرهم مش عايز ابقى ناسي حد، يعني سواء على يعني هامش اللقاء نفسه جوه الملعب او احنا داخلين الاستاد او حتى في اماكن عامه، يعني او يعني قابلت كتير منهم. نمره واحد في علاقه ود، مش بس يعني في لقائي بيهم، لكن العلاقه ود بينهم وبين كل نجوم النادي الاهلي بشكل الحقيقه اتمنى ان كان يبقى في كاميرات تشوفها عشان توصل للجمهور طبيعه العلاقه ازاي بين نجوم، على فكره نجوم كبيره. صحيح. يعني نجوم كبيره جدا قبل الماتش وبعد الماتش، رغم ان هم كانوا متاثرين جدا بخساره البطوله، لكن ما حدش شاف الا وضحك وقال لنا الف مبروك. صحيح. ويعني في نوايا العلاقه دي هي اللي دايما بنتكلم عنها، يعني وده بيعكس كمان انت قلته فكره الـ 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 مش عايز اقول الشكل الجديد لانه ده الشكل المتعارف عليه، الاحترام المتبادل، عودة طالما في احترام متبادل خلاص. طبيعي. صحيح. واللي ما كنتش اتمنى ابدا انه التابلو الحلو ده يشوهه اي تصرف او اي خروج عن النص صراحه، يعني تصرف ماشين، واعتقد انه هيكون فيه عقوبه كبيره جدا، واي حد يخرج عن النص اعتقد هيبقى غير مقبول، وهيبقى واضح دلوقتي لما تبقى الاجواء صافيه ويبقى في احترام متبادل، يبقى الجميع ملتزم بده، وتلاقي حد خرج عن النص هتلاقيه واضح وباين قوي، يعني خصوصا انه كان غير مبرر. صحيح. يعني ملوش اي معنى وملوش. صحيح. اي سبب وملوش اي ويعني لو في اساءه في القصه دي فالاساءه لصاحب التصرف لنفسه طبعا، والاساءه كمان للتابلو اللي بيقدم الكره المصريه في افضل اشكالها بصراحه. لكن الحقيقه يعني عايزين في النهايه نشيد بمجلس اداره الزمالك، واعتقد ان هيكون ليهم موقف صارم مع ده. نتمنى يعني كل ان شاء الله الفتره الجايه نتمنى ان شاء الله يكون الاحترام ده متبادل بين الجميع، يعني عايزين الاجواء تبقى صافيه علشان يكون عندنا يعني نبتدي بقى المنظومه محترمه على الاقل، يبقى في احترام فيها. صحيح. طالما على الاقل ما فيش احترافيه في تنظيم البطولات زي ما بنقول، على الاقل يكون في احترام يعني. صحيح. فاتمنى ان شاء الله الفترات الجايه يكون للافضل. يعني اكلمك كوره شويه في الماتش. اتفضل. اكتر حاجه عجبتك في المباراه للنادي الاهلي يعني، وشفت ازاي توقيت اختيارات كولر في التغييرات توقيته، وعايز اسمع رايك في التشكيل الاساسي اللي بدا بيه. لا يعني التشكيل الاساسي طبعا كان يعني كان نفسي يبقى غير كده تماما. أوه. يعني كان في ناس افوق يعني. مروان عطيه غريب جدا انه ما يبتديش المباراه. اعتقد انه تغييراته كانت مناسبه في توقيت مناسب وصبر عليها شويه. شفت انه
مستر كولر تعامل بذكاء شديد جدا جدا. صحيح الامور خدمتنا في النهايه بالتغييرات والتوفيق اللي حصل من قفشه وقدر انه يصنع الفارق مع امام عاشور، لكن اعتقد ان مستر كولر كان محضر سيناريوهات كتيره اثناء المباراه، خاصه بعد الحاله الغريبه شويه اللي كانت على لاعبين. عايز اقف معاك في كذا لقطه، بس اسمح لي اروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن اشرف بعد الفاصل مباشره في السادسه. من وجهه نظرك ازاي يستفيد الاهلي قبل ما يروح للمنتخب من فتره التوقف الطويله؟ عندنا ماتش البنك الاهلي طبعا. صحيح. تتوقع الاول يعني رهان كولر في المباراه دي على كتيبه اساسيه ولا فرصه للتجربه واعطاء الفرص وتجهيز العائدون سواء من اصابه او من برامج تاهيل؟ لا اعتقد مستر كولر يعني ما عندوش بديل واساسي، يعني الفكره دي خلاص احنا لغيناها من زمان جدا. من وقت ما مستر كولر بقى موجود، ودي من اهم مميزاته الحقيقه. أيوة. لان مفيش بديل ومفيش اساسي في النادي الاهلي. بس بقى لك مثلا فتره ما راهنتش على لعيبه زي طاهر زي اكرم. طاهر يعني هو اللي بيلعب اساسي الفترات اللي فاتت كلها يعني. فانت بتتكلم في مش بديل. أيوة. ده واحد من اللعيبه الاساسيين في النادي الاهلي فترات طويله جدا جدا. صحيح اكرم بعد شويه انه ما بيشاركش، بس اقصد اقول يعني هو اعتمد على اسماء واضحه وصريحه في ماتش الزمالك في يعني خلينا نقولها قناعات. يعني هو قناعاته بالاجهز في المرحله دي. أوكي. او في المباراه دي. فاعتقد انه يعني في ناس كتيره جدا الحمد لله رغم الاصابات الكتيره جدا اللي موجوده في النادي الاهلي ومن القوام الرئيسي او الاساسي في النادي الاهلي، لكن الحمد لله السكواد زي ما قلنا من بدايه الموسم الحمد لله ما تاثرش، والناس اللي موجوده الحمد لله بتادي الدور بشكل رائع جدا جدا. اعتقد يعني ممكن يبقى في فرصه لرضا سليم، اعتقد يبقى حسين الشحات وبيرستا والحمد لله ماشيين بشكل جيد الفترات اللي فاتت. كهربا الحمد لله ابتدى يدخل. صحيح وسام ابو علي وياسر وشناوي وديانج كل الاسماء دي بعيده، لكن كوكا كمان كريستو كل الاسماء دي بعيده، لكن الحمد لله السكواد اللي موجود كويس جدا جدا. واعتقد مستر كولر مش هيفاجئنا بتغييرات كتيره في المباراه اللي جايه، لان التركيز او العوده للدوري مهمه جدا جدا بعد بطوله. لو لاحظت كده دايما بعد بطوله مستر كولر بيحاول يركز بشكل كبير في التشكيل اللي هيبتدي، لانه شويه الناس بتسرح او ما يكونش عندهم جاهزيه ذهنيه شويه. فاعتقد انه بيحط الاجهز ذهنيا قبل ما يكون بدنيا كمان في مباريات، خاصه بعد ما تكون حققت بطوله، عشان الناس تبقى قريبه جدا جدا اللي في الملعب يعني. اروح معاك لمنتخب مصر. يعني خليني اخد رايك في اهم تصريحات كابتن حسام حسن وتعليقك على الاسماء اللي اختارها محليا على الاقل. تصريحاته عقلانيه ومتزنه الحقيقه يعني. واعتقد كابتن حسام يعني بيفاجئ الجميع بهدوء كبير وبعقلانيه كبيره جدا، ودارس الكلام اللي بيقوله. وعجبني جدا كمان كابتن ابراهيم في انه يعني هما الاثنين مش رايحين في السكة الناس اللي عمال تسخن وتتكلم على قصة صلاح والعند أو المشكلة اللي موجودة. الناس بتصرح إنه مفيش مشكلة، وإنه صلاح متواجد مع ليفربول، وإن ليفربول خلاص قال إن الراجل ده هيجهز. كان اتقال قبل كده إنه يعني ما يلعبش، مش شايف إن في مشكلة يعني لو ما لو صلاح ما لعبش الماتشين مع ليفربول بتوع اليوروبا ليج والبريمير ليج تمام جدا خلاص ما يجيش. لكن فوجئنا بصلاح يعني النهارده اخرهم طبعا مباراه السيتي. وكان صدر يمكن تصريح او يعني بيان رسمي من اتحاد الكوره انه لو لعب ماتشين اليوروبا ليج والبريمير ليج يبقى طبيعي انه ينضم، خصوصا انها فتره توقف دولي واجنده. النهارده صلاح شارك، ما شاركش كاساسي لكن نزل في مباراه. طب خلينا ناخد تصريحات كابتن حسام وكابتن ابراهيم النهارده، يعني هي اخر تصريحات. انه ده اللي تم الاتفاق عليه، انه صلاح تم الاتفاق مع اداره ليفربول وصلاح انه الراجل هيجهز واحنا مش محتاجينه، او هو مش عايز يجي الفتره دي لغايه ما يجهز، وده تم الاتفاق عليه. فطالما تم الاتفاق يبقى مفيش مشكله، خلينا ما نروحش للمشكله. انا شايف الحقيقه الناس بتسخن بشكل كبير جدا جدا، واحنا في غنى عن ده. احنا داخلين على بطوله وديه بتجهز لاعبتنا، وعندنا يعني بطوله بص يعني مباراتين مهمين. انا متفق معاك. واحد، اولا هي بطوله وديه. صحيح. اثنين، اول تجمع للمنتخب مع كابتن ابراهيم وكابتن حسين. صحيح. لكن صحيح. هو السؤال والكلام او الفكره انه اللي اتقال قبل كده انه ده طلب من ليفربول، اداره ليفربول نفسها. النهارده كابتن ابراهيم في المؤتمر الصحفي قال لك لا، ده بناء على طلب محمد صلاح شخصيا.
يعني احنا بنتكلم هنا على رغبه لاعب، ثانيا انه ارجع بالتدريج مع ليفربول فبلاقيه بيلعب في مباراتين على التوالي في اقل من اربع ايام. صحيح. مع فرقته واحده في بطوله اوروبا واحده في الدوري الانجليزي. تفسيرك لده ايه؟ يعني ما هو ما فيش نار بدو او دخان يعني تعامل تعامل خلينا نقول ان تعامل اتحاد الكره مع هذا الملف من البدايه خطأ. وده اللي عمل المشكله الكبيره. لكن انا اتمنى يعني خليني اقول انا اتمنى ايه؟ اتمنى ان الامور تهدى. احنا يعني مش عايزين يبقى في مشكله بين الجهاز الفني وبين لا خالص نجم زي صلاح. بص يا اشرف، انا قلت النهارده القصه لا ليها علاقه بمجلس اداره اتحاد كره ايا كانت اسمائه، ولا ليها علاقه بجهاز فني ايا كان مين بيتولى المسؤوليه، ولا ليها علاقه باسماء لاعبين كانوا لاعبين كبار ونجوم كبيره. صحيح. او لعيبه لسه بتبتدي المشوار. القصه في الاول والاخر مربط الفرس فيها هو ايه؟ منتخب مصر. مستحق منتخب مصر. منتخب طبعًا. مصر طبعا اسم منتخب. صحيح. مصر. صحيح. لا يعنيني من قريب او من بعيد مين الاطراف او مين الاسماء اللي موجوده فيه. صلاح لا غنى عنه. مظبوط. يعني لاعب يعني حتى لو صلاح مصاب قرار ايه اللي كان مانع انه يبقى موجود هنا مع المنتخب وما حتى ما يلعبش الماتشات؟ انا هقول لك يعني جملتين من وجهه نظري. صلاح لا غنى عنه في منتخب مصر بالتاكيد، امكانياته واسمه وتاريخه وعطاءاته مع منتخب مصر، لاعب مفيد جدا جدا لمنتخب مصر واسم كبير جدا جدا. لكن لو هو مش عايز يجي او هو رافض فكره انه ينضم في الفتره الحاليه مع الجهاز الحالي، مفيش لا نادي ولا منتخب بيقف على اي لاعب في العالم ايا كان هو مين، حتى لو هو ميسي. يا فخليني اقول لك انه كابتن يعني اشرف، انا منتخب مصر لو هلعبه او هيلعب فيه 11 لعيبه من لسه بيبتدوا المشوار، انا ما عنديش مشكله في ده خالص. ما دام وقع اختيار المدير الفني عليهم انا هقف في ظهر منتخب بلدي كجمهور. لكن في النهايه يهمني المواقف تبقى معلنه، يهمني الامور تبقى في منتهى الوضوح. احنا بنتكلم على منتخب مش بنتكلم على نادي. انا مش نادي عرض على لعيب. انا معاك. اخر تصريح لكابتن ابراهيم النهارده وكابتن حسام انه ده تم الاتفاق عليه. لا. سواء مع صلاح لا او مع ليفربول. لا اخر تصريح لكابتن ابراهيم حسن انه رغبه اللاعب هي عدم الانضمام، وهو قال ان ما عندناش مشكله. اكيد مش هيبقى عنده مشكله. يعني هو هيروح يجيب صلاح لا اقصد ان هنا يعني كلامه ان ما عندناش مشكله مع صلاح. لو بعد كده تم اختياره والراجل خلاص ما عندوش مشكله هيبقى متواجد، يعني ما فيش ازمه. اقصد انا ماليش دعوه بازمتهم هم كابتن، انا ليا دعوه بان المنتخب، انا مش دعوه مين اللي بيقود رغبته دلوقتي. يعني انا ليه علاقه بالمنتخب مصر ودية يعني. بصرف النظر يا كابتن اشرف، بطوله وديه كابتن يعني اشرف، خلينا اعتقد انها مش مهمه بالشكل الكبير. بصرف النظر احنا بنحترم الجميع طبعا. يعني مجلس اداره اتحاد الكره له كل احترام والتقدير. صحيح. اداره ليفربول ما عندناش اي مشاكل معاهم، ابننا نجح وعمل اسمه مع نادي ليفربول. الجهاز الفني المنتخب مصر كابتن ابراهيم وحسام وكابتن حسام لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وباذن الله كلنا في دارهم ورهنا عليهم كبير. صلاح مش هينفع نقيم محمد صلاح. محمد صلاح نجم كبير جدا. صحيح. لكن في النهايه ان كان الاسم لما يطلب للمنتخب لازم يجي المنتخب. ما هي دي النقطه اللي انا بقول لك عليها، هل تم اختيار صلاح من البدايه؟ عايز يجي المنتخب؟ لا يعني هل تم اختيار؟ ما هي بص الامور ما فيهاش شفافيه كبيره، يعني الامور مش واضحه، عشان كده بقول لك انت ما تقدرش تحكم مين الغلطان مين الغلط. يعني هل تم اختيار صلاح ولا تم التواصل معاه فالراجل قال يا جماعه سيبوني دلوقتي؟ هل هو بالتراضي والتفاهم ما بين الجهاز الفني وصلاح، ولا الموضوع لا انا مش جاي؟ مش جاي دي خلاص يبقى انت كده خدت منعطف تاني تماما. خلاص انا مش عايز صلاح تمام كجهاز فني منتخب مصر، واحنا كمان كجمهور، لا انا واحد من جمهور ما بتكلمش كمحلل رياضي او لاعب سابق او لو حد رافض انضمام لمنتخب مصر ايا كان هذا الاسم يبقى انا بص شكرا جزيلا طبعا. ولكن هل تم التفاهم؟ من حق الجمهور من وجهه نظرك انه يعرف التفاصيل؟ طبعا. ومن حق المسؤولين اللي هم قايلين القصه، لان انت فجرت ده خلاص يا احمد، انت فجرت المشكله. انت الطبيعي في الامور اللي زي دي ونجاحك اداريا انك تحل المشاكل دي والازمات دي في الغرف المغلقه. طب انت خرجت هذه المشكله واعلنتها للناس، خلاص انت النهارده من وقت امم افريقيا ومن وقت صلاح ما مشي او رحل ليفربول وساب منتخب مصر، ما فيش كلام في الشارع الرياضي المصري الا عن هذه المشكله. فما ينفعش النهارده بعد ما فجرت هذه الازمه تقول لي لا انا مش هعلم بقى ومش هوضح للناس ومش هقول، لا لازم تطلع وتقول. فانا شايف انه الامور لو تم الاتفاق
يبقى خلاص ما عندناش مشكله. طب صلاح رفض رغم اختيارات الجهاز الفني، لا هنا في مشكله، يبقى هنا في ازمه وفي مشكله كبيره. المعلومه اللي عندنا لغايه دلوقتي وموثوق في مصدرها انه لم يحدث اي نوع من التواصل بين الجهاز الفني وبين محمد صلاح بشكل مباشر. وانا معلوماتي انه التواصل مع صلاح مع السيد وزير الشباب والرياضه، وده غير منطقي وغير طبيعي الحقيقه يعني. انا مش شايف ان ده امر طبيعي او لصالح المنتخب يعني. مفيش اسم مهما كان حجمه مهما كانت مكانته اهم ما عندنا من منتخب مصر. طبعا. ومع كامل الاحترام يعني انا ما عنديش تفاصيل تخليني اصدر حكم نهائي، لكن مع كامل الاحترام اذا كان صلاح بيشارك مع ناديه في بطولتين مختلفتين وعنده من القدرات انه يظهر في اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها في مباراه قويه جدا على مستوى الدوري الانجليزي سيتي في مواجهه ليفربول، اقوى مباراه في الدوري الانجليزي ما كانش يعني فيه اي مانع يمنع انضمامه بصرف النظر عن المشاركه من عدمه، وجوده في المعسكر حتى بدون ما يشارك في التمرين او يلعب الماتشات اللي هياخدها المنتخب في الدوري معنويا كان مهم جدا لتصفية جدا الأجواء. طبعا واحد لنفي اي مشكله او اي توتر في العلاقه مع الجهاز الفني، تاكيدا على دعمه وعلى دوره مع منتخب مصر، ومعنويا لمسانده زمايله في مرحله مفروض انها جديده بيران عليها كل المصريين بعد مرحله مليانه بالاحباطات لجماهير الكره المصريه. صحيح اتفق معاك مليون في الميه. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا اشرف مره ثانيه، الف مبروك بطوله كاس مصر البطوله رقم 39 في تاريخ النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله الموسم لسه ما انتهاش اكيد هنتقابل ثاني وهقول لك مبروك مره واثنين وثلاثه. بشكرك جدا يا احمد، مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره في كل مكان، وكل التوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. الف مبروك جماهير الاهلي العظيمه في كل مكان، استمتعوا وافرحوا وباذن الله الفرحه تكون مستمره، ورمضان كريم وكل سنه وكل الشعب المصري كل سنه وكل الامه العربيه الاسلاميه بالف خير يا رب، يتقبل منا ومنكم القيام والصيام وصالح الاعمال. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا اشرف. انت طيب يا حبيبي، ربنا يخليك.